حياكم الله مشاهدينا الكرام من مدينة بورسعيد الأثرية، نلتقيكم في محطة أخرى من محطات عراقنا الجميل. بورسعيد أو برسيب الكلدانية أو ببرس نمرود، مسميات كلها ارتبطت بمدينة بورسعيد الأثرية والتي تعود بالامتداد لمدينة بابل التاريخية. تم إنشاء هذه المدينة في عصر سلالة أور الثالثة، حيث كانت تشكل مركز قوة عظمى لمدينة بابل. مشاهدينا الكرام، قطن مدينة بورسعيد سابقا الكلدانيون في القرن التاسع قبل الميلاد، قبل أن يقوم بتدميرها ومعبدها الشهير الملك حوشوريوش في عهده. تبعد مدينة بورسعيد عن مركز محافظة بابل نحو 17 كيلومترا جنوبي المحافظة. تحتلي هذه المدينة زقورة حملت عدة أساطير وعدة روايات سنتحدث عنها أيضا. مشاهدينا الكرام، لعل زقورة بورسعيد هي أحد أهم الشواخص الشاخصة في هذه المدينة، حيث ترجئها الأساطير الأولى إلى أنها برج بابل المذكور في التوراة، وأساطير أخرى ذكرت بأن هذا البرج هو معبد للإله نابو، إله التجارة وابن الإله مردوخ، أعظم آلهة بابل. في عام 1854 كشفت الحفريات بقيادة عالم الآثار هنري راونسون معبد لعبادة الإله نابو، يعود بناؤه إلى عصر الملك الكلداني نبوخذنصر الثاني. يتراءى لنا إن في هذه المدينة هناك تلين قريبين لا يفصل بينهما إلا مسافة قريبة، تل يعتليه مقام نبي الله إبراهيم الخليل، والتل الآخر تعتليه زقورة بورسعيد والتي تعني قرن البحر أو سيف البحر. يشهد أهالي المنطقة هذه إن هناك صراعات كثيرة قد جابت في هذه المنطقة ما بين الملك نمرود ونبي الله إبراهيم الخليل، إلا أنها لم تؤكد في الكتابات المسمارية القديمة. حين تزور هذه المدينة عزيزي المشاهد، ستجد إن هناك بقايا لأبنية وبيوتات بنيت بمواد خاصة استطاعت أن تحافظ على ما تبقى منها على الرغم من التغيرات البيولوجية والبيئية التي تعرضت إليها هذه المدينة. مشاهدينا الكرام، أيضاً هذه المنطقة تمتاز بأن ليس فيها زرع كثير، هذا يعود ربما إلى أرضها اللي تمتاز برمال أشبه برمال الشطآن، ربما هذا يربطنا بنهر نابو، أنه هنا كان يحيط بهذه المدينة نهر نابو الذي يوصل مدينة بورسعيد بمدينة بابل التاريخية، وهذا اندل يدل عليه هذه رمال الشطآن إلى أنه كان هناك نهر عظيم، ولكن بالتأكيد مع مرور الزمن قد جف هذا النهر. بهذا الكم من المعلومات نكون قد وصلنا وإياكم لختام تقريرنا هذا لبرنامج محطات من مدينة بورسعيد الأثرية في بابل أزهار السلطاني.